بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خالتي. دايما في سلسله تاع التفريق بين اصناف الفواكه. اليوم خوتي جبنا لكم البرقوق. البرقوق كما ما يخفاش عليكم فيه بزاف لي فاريتي، يعني ما لا يحصى. بصح حنا عندنا في لاجيري تقريبا يدوروا واحد 7 ولا 8 لي فاريتي وماكسيموم كاع، باسكو الناس الجزائري يشري حاجه اللي مجربه عمره ما يشري حاجه جديده. هذا الصنف الاول يجي العود تاعو كحل والورقه تاعو شوف كيفاش تجي مدوره. هذه ستونلي، هذه تاع اللحم حلو تاع الترقاد. هذه واضحه، هذه تختلف عليهم في لا كولور، تجي كحله وليس كحله. العود يجي كحل نوار، وتجي الورقه شوفوا الورقه كيش دايره. فوالا دروك نجيو للنوع واحد اخر اللي هو البلاك اومبر. بلاك اومبر تجي كحله مدوره، لا توجد في جوي. هاي لكم خوتي، هاو الفرق واضح بيناتهم. الورقه هذه ماشي كيف كيف، فهم حتى لا كولور. الاخرى كحله فونسي وهذه ما هيش كحله فونسي. هذه ياكم تشوفوا كيفاش تجي دايره. هاي 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 بوضوح، واضحه وضوح الشمس. نورمالمون ما كاش اون غرون ديفيرونس بيناتهم، ولا كيف نقول ما كاش تشابه كبير تقدر تفرقهم. خويا العزيز الفلاح دروكا ستونلي بلاك اومبر، نقولو ليكم صنف واحد اخر بلاك. هذه ستونلي، هاي الورقة تاعها واضحة. دروك غادي نوريكم صنف واحد اخر، صنف واحد اخر الواد، صنف واحد اخر خوتي. شوفوا خوتي كيفاش يجي العود تاعو داير، يجي حرش ما يجيش ليس، يجي المطرق هذا حرش وتطلع ليه ليه. هاولي الورقة تشبه البلاك اومبر بصح هي ماهيش بلاك اومبر، هذه سانتا روزا. سانتا روزا بريكوس، توجد في اواخر تاع ماي حتى الجوان على حساب الجو، وتجي غوز. سانتا روزا معناتها غوز حمرا كيما الدم، وتجي شابه بزاف وحلوه بزاف، وتريزيستي في لا شومبر فروا. مام بلاك اومبر تريزيستي 9 موا 9 شهور. وستونلي راهي تاع ترقاد، الناس قاع على بالها بيها. هذو لي كاليتي لي درنا لهم في ثلاثه برسك برسك كامل يديباسو القنطار في الشجره، يديباسو القنطار. هذه بالتجربه ماشي بال، هذه عن تجربة وهذه بشهادة فلاحين صحاب الجناين. والمواسم الجاية بإذن الله نبدأ نديرو دي فيديو من الجنان. هذا هما خوتي، هذه البرقوق راه مقريفي على الميروبونو، وكاين اللي مقريفي على اللوز. ما كاش تقريبا اون غرون ديفيرونس. اللي على اللوز خوتي يسيبورتي التيران اللي فيها كالكير، وسيبورتي اللي عنده الماء مالح باسكو ربي سبحانه خلقه فرق. اللوز المر يطيح فيه لي تيران اللي فيهم الكالكير فيهم الماء مالح، وينتج هايل، ينتج تقريبا كيف كيف مع الميروبول. هذا مكان خاوتي ميروبول، تديه التيران فيها الكالكير ما يريزيستيلكش، يعيش ويدير الحب بصح ما يريزيستيش ما يطولش. هذه يا خاوتي الله يعلمنا، راكم تشوفوا الخير قولوا الله يبارك وما شاء الله.